مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، حياكم الله يا عمار بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. نتجاوز الحدود والسدود حتى نصل إلى عشاق الضاد، إلى عشاق اللغة العربية. حملت الرسالة والمبادئ في كل مكان على امتداد الخريطة العربية الواحدة التي لا يمكن لها أن تتغرب عن أهلها. هذه الخريطة التي لا تنقسم إلا على أهلها لا سواهم. في هذه المرة نذهب وإياكم إلى تونس الخضراء، تونس التي أنجبت العديد من الشعراء الذين أفردوا للمكتبة العربية الكثير من التراث المشرف على مستويات ثقافية متعددة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي من تونس عبر سكايب، معنا من صفاقس الشاعرة التونسية سندس الرقيق. أهلا وسهلا بك سيدة سندس، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. شكرا لكم، طاب مساءكم جميعا، مساء الخير. شكرا على هذه الدعوة الطيبة والكريمة من قناة الرافدين. سيدة سندس، ربما يتساءل المشاهد العربي أولا والعراقي ثانيا، أو لك أن تقولي العكس أيضا، العراقي قبل العربي، ويقول إذا أردنا نسأل الشاعرة التونسية سندس، صفي لنا الشعب التونسي بعبارة، ماذا عساك قائلة؟ هو الشعب الذي يرفض الكآبة، هو الشعب السعيد رغم المحن ورغم الظروف الصعبة. نعم، إذا أردنا نتحدث الآن، هو الشعب المثقف. نعم، إذا أردنا أن نتحدث الآن عن المدينة التي انحدرت منها وهي مدينة صفاقس من تونس ككل، تونس الخضراء، وأردنا أن تتحدثي لنا عن تونس القصيدة وصفاقس التي تمنحك عنفوان هذه القصيدة التي تكتبين، حدثينا عن مدينتك صفاقس، تفضلي. صفاقس هي مدينة تقع في وسط تونس، الخريطة التونسية، هي مدينة اقتصادية تبعد عن العاصمة 247 كيلومتر، مساحتها صغيرة، تمتاز بالاقتصاد ويسمونها بيابان تونس. نعم. ربما يتساءل سائل في هذا الزمن أو في هذه الظروف العصيبة التي نعيشها شاعرتنا التونسية سندس الرقيق، ويقول ما الجدوى من الشعر في ظل الظروف الحالية؟ رأيك في هذه المسألة التي أشكلت كثيرا في الوسط الشعري والثقافي بشكل عام؟ والله أنا حسب رأيي أن الشعر هو ديوان العرب، هو المترجم لأحلامهم وأمالهم، هو المعبر عن خلجات نفوسهم، والشعر ترجمة حقيقية لما يعتمل في نفوس البشر. نعم. وهو تفريغ إيجابي لكل معاناتهم وأفراحهم وأتراحهم. هذا بشكل عام، هذا ربما بشكل عام، ماذا يمثل الشعر والقصيدة لسندس الرقيق من تونس كحالة شعرية تونسية؟ كحالة شعرية هو يعني الشعر هو الحياة بالنسبة إلي. نعم. هو الحياة، أكتب لأعيش. تكتبين حتى تعيشي، وهذا ما يتطلب أو يطلبه الكثير من الناس في هذا الزمن، هم يطلبون حياة كلها كرامة، حياة كريمة، حياة كلها جود وعزة وأنفة لا ذل فيها ولا مسألة. أكيد. الآن إلى بواكير القصائد وفواتح العبق والشذا الجميل، ما هي أولى القصائد التي ستتحفين بها في هذا المساء من خلال بيت القصيد؟ تفضل. هنا سأحييكم وأصافحكم بهذه القصيدة. أهلا بك.
ونقتات في كل ليل وصبح بصيف الحنين بصمت القرار، ونشيل للحلم ذاك البعيد القريب تراتيل دمع والنار. أكنا هناك هناك إذا ما تغنت على ما تبقى القطار؟ أكنت هناك وذكرى الدماء وأهل دمي أوجعوا في إطار؟ نقطع ذاك الرغيف لتبقى الحياة إلى أن يحين القرار. ندفئ بالحلم ألف احتمال بأن سنعود فليس اختيار. لنا الأرض ماذا تقول لنا نبتة أنبتتها دماء النهار؟ لنا الحلم هل يا ترى ستجيب المرايا لتعكس وجه الغبار؟ لنا العزم حتى ولو شردونا على كل صوب وحد ودار. لنا القدس هل يستطيع المحب التناسي وهل يستطيع المحب الفرار؟ لنا الأرض والقدس ليس لدينا البديل وليس سواها اختيار. وليس سواها اختيار، وهذا اختيار طيب في فاتحة هذه الحلقة إلى سؤال ربما كان مباغتا ومفاجئا قليلا. شاعرتنا من تونس سندس الرقيق ربما يقول قائل: أين رجع الأثر والصدى على المستوى الثقافي المشهدي في تونس؟ لماذا لا نسمع صدى أوسع أو واسع يتواءم مع حجم هذا البلد الكبير؟ أين أنتم من صورة التأثير الثقافي العربي؟ قد يتهمكم بعضهم أنكم مختفون مثلا، أقصد كحالة جمعية وليس حالة فردية. بالعكس، الشعر في تونس يشهد زخما على الساحة الأدبية، يعني الشعر في تنامي وفي حضور مستديم ودائم، ولكن نشهد الكثرة في المشهد الشعري، وهذا ما يسبب ربما تشتت السمع. يعني هناك زخم كبير، وهذا يمكن ننظر إليه من الجانب السلبي أكثر منه الإيجابي. نعم. هل ترين أن الوسط الشعري قادر على أن يؤثر بالنظرة العامة لدى المجتمع التونسي؟ هل ترين مثلا أن المجتمع التونسي ينظر مثلا بعين إكبار وإجلال وتقدير للمثقف التونسي بشكل عام وليس الشاعر فقط بشكل خاص؟ نحن في هذه الفترة وخاصة بعد الثورة شهدت الساحة الثقافية حركة هي حركة نوعية، حركة مختلفة متنوعة مفتوحة على مختلف الأنواع والأجناس. هناك تشجيع من الجهات المختصة ومن الجهات المختصة ومن وزارة الثقافة. نعم. الآن خذينا إلى القصيدة التي تحبين إلقاءها علينا في هذه الساعة. ماذا تحبين أن يكون النص القادم؟ وحبذا لو تخبري السادة المشاهدين عن سبب اختيارك العنوان، عنوان القصيدة الجديدة. تفضلي إلى العنوان ومن ثم إلى النص. سأقرأ عليكم عربية، يعني الهوية. هل أخبر عن الغرض أم أقرأ القصيدة ثم أذكر الغرض من العنوان؟ لك ما تشائين، إذا أحببت أن تذكر الغرض والسبب من اختيار هذا العنوان قبل قراءة النص فهذا لك،
وإن أحببت أن يكون في انتهاء إلقائك للقصيدة فهذا لك أيضا. أجل، عربية أنا يعني هو نوع من الهوية والأصالة وانتمائي. انتمائي إلى العروبة ككل وليس كبلد واحد ألا وهو تونس. العروبة بمعنى الهوية والأصالة والتجذر. خذينا إلى هذا التجذر الحاضر في القصيدة ولا شك في ذلك، إلى قصيدتك الهوية، تفضلي. ذا نصفي المقدوس في دربي ووي وفي وحل الزمن من جديد وهويتي. من جديد، أعيدي تفضلي. ذا نصفي المغروس في دربي وفي وحل الزمن وهويتي مجهولة العنوان والتاريخ بالحسابات الحزن، وبحثت في ألواح ذاكرتي القديمة نصفي الثاني هناك تلوكه بعض الخرافات العتيقة بين أضراس الوهم. يا أيها المقروس في طين الحكاية قبضة الأغلال تأسرني وتكتب ما تبقى من شهيقي. الآن قل لي يا صديقي، قل لي متى أسكو على هذا الركام المستقر على بقايا حلمي المكسور في رأسي دهرا كاملا. عربية بالصدر مثقلة وينهشني الغياب الحر، يلقيني بدرب فيه تغتصب الشموس ويجنتني عني سروقي. من أين تأتي النجوم وذاك شباكي الوحيد أراه راود ظلمتي؟ من أين يأتيني بريقي؟ كل المعاجم قد تخلت عن لغات الضوء، راقصت الظلام ملوحة الكلمات، آثام المعاني في أغانيها بضيقي. نصفي الثاني هناك يراقب الأحداث عن كثب. نعم، لك أن تكملي أم أن القصيدة انتهت؟ أن يجيء إلي، يأبى أن يقاسمني الهوية أو يقاسمني طريقي. الآن قل لي يا صديقي، الآن قل لي يا صديقي، الآن قل لي يا صديقي. نعم. والآن لك أن تقولي لنا ولعموم السادة المشاهدين عن شيء خاص في تونس تتوقعين أن العرب لا يعرفونه، خصوصاً المجتمع العراقي، وتحبين في هذه اللحظة أن يعرفوه عن تونس التي تحبين، تونس التي تنتمين إليها. تفضلي، لك أن تقولي ما تحبين عن تونس موجهة رسالتك إلى الكل العربي. أقول يعني هل أخص الذكر إلا بالعراقيين أو للناس جميعا؟ بشكل عام حدثينا عن تونس التي تعرفين بطريقة، أو حدثين عن أشياء ربما لا نعرفها وتحبين أن نعرفها. أقول لهم بأن تونس جميلة بناسها وأماكنها الجميلة ومدنها الرائعة. نعم. هي تطلب منكم المجيء والزيارة، زروها وتمتعوا بخضارها وتمتعوا بسهولها وجبالها وبحورها وشلالاتها. هي رائعة جدا وخاصة في الصيف حيث البحر والجمال يكثر. نعم. يعني لا شك في ذلك أن تونس بلد عربي جميل،
ولكن الزيارة في ظل هذه الظروف ربما يكون هناك ما يحول ويمنع. نتمنى أن تنكشف هذه الغمة عن العالم، كل العالم، حتى يعود الرخاء والاستقرار والأمن والسلام إلى العالم الذي نعيش فيه، بما في ذلك تونس. من جديد إلى الشعر، ولكن في إطار الأسئلة سيدة سندس، دعيني أسألك بشكل خاص الغاية والهدف الذاتي بالنسبة لك كسندس من وراء كتابة الشعر بشكل عام. تفضل. يعني الغاية هو إثبات الذات، هو إبراز الثقة بالنفس. نعم. هو الحديث عن مشاكل المرأة عموما ومشاكل المرأة التونسية خاصة في ظل الدين والعادات والتقاليد. نعم. يعني رغبة في إبراز المرأة المناضلة التونسية، رغبة في إبراز مشاعرها، رغبة في إبراز أن المرأة كيان متأصل أصيل في هذا المجتمع التونسي. نعم. الآن أستأذنك سيدة سندس وعموم السادة المشاهدين الكرام، سنخرج إلى قصيدة ليست لسندس هذه المرة، وإنما لشاعر آخر. نشاهد هذه القصيدة ومن ثم نواصل ما لدي ضيفتنا من تونس الشاعرة سندس الرقيق من قصائد. تابعوا هذه القصيدة في فقرة قصيدة للوطن، ومن ثم لنا عودة، لا تذهبوا بعيدا. لا تعتذر عما فعلت، أقول في سري، أقول لآخر الشخصي، ها هي ذكرياتك كلها مرئية، ضجر الظهيرة في نعاس القط، عرف الديك، عطر المريمية، قهوة الأم، الحصيرة والوسائل، باب غرفتك الحديدي، الذبابة حول سقراط، السحابة فوق أفلاطون، ديوان الحماسة، صورة الأب، معجم البلدان، شكسبير، الأشقاء الثلاثة والشقيقات الثلاث، وأصدقاؤك في الطفولة والفضوليون. هل هذا هو؟ اختلف الشهود، لعله وكأنه، فسألت من هو؟ لم يجيبوني، همست لآخري، أهو الذي قد كان أنت أنا؟ فغض طرف والتفت إلى أمي لتشهد أنني هو، فاستعدت للغناء على طريقتها. أنا الأم التي ولدته، لكن الرياح هي التي ربته. قلت لآخري لا تعتذر إلا لأمي، إلا لأمي، إلا لأمي. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المشاهدين، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم ضيفة هذا العدد الخاص من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد من تونس، معنا الشاعرة سندس الرقيق. أهلا وسهلا ومرحبا مجددا بك شاعرتنا سندس. حدثيني الآن عن فكرة القصيدة وما يمر به الشاعر أحيانا من اعتمالات متعددة ومختلفة، من أحاسيس متباينة وربما كانت متناقضة أثناء الكتابة، سيما إذا أراد أن يكتب في موضوع إنساني أو موضوع يخص أبناء مجتمعه وأبناء الجرح الذي يعيش. يعني بالنسبة لرأيي الخاص، مثلا نحن في هذه الفترة نمر بفترة شائكة وصعبة على البشرية جمعاء،
صحيح. وهي جائحة ويعني هي مرحلة نوعا ما مأساوية حين نرى ما وصل له الطير يعني حتى ولو كان في بلد آخر. يعني هذه الجائحة وحدتنا يعني في مشاعرنا في إطار هذه الجائحة التي تقولين إنها وحدتكم في مشاعركم كبشر. نعم. ومواطنين كل في بلده، هل ترين أنها أيضا ربما ينبغي عليها أن توحد جمهور الشعر والشعراء حتى يكون لهم دور مثلا في مثل هذه الظروف العصيبة؟ أكيد، يعني يجب الكل، ليس كل شاعر يعني ليس، بل كل مثقف يجب أن يكون فارساً بلسانه أم قلمه أم ريشته، لأن مثلاً بالنسبة للقصيد يعني أنا يعني ما أمر به، فهذا الكم الهائل من الأحزان التي تراودنا كل يوم كل لحظة كل ساعة هي تأخذ فترة لكي تختمر داخلنا. نعم. كي تخرج في صورة قصيدة، وهذا ما أجل وهذا ما يتعب الشاعر. كذلك الرسام يعني ليس سهلا أن يرسم في ظل هذه الظروف، يعني كل عن طريقته، يعني كل له طريقة خاصة. فمثلاً فإن لم نستطع أن نكون نهراً في هذا الظرف فلنكن قطرة، وإن لم نقدر على هذا الحلم فلا نكن حجرة صماء. جميل هذا المعنى، إلى شيء من قطرات الضوء الحاضرة في القصائد الشعرية الجميلة حقاً. خذينا إلى قصيدة جديدة، ماذا ستقرأين علينا هذه المرة؟ طيب تفضل. سأقرأ عليكم ما هذه القصيدة. من هنا مروا سريعا من ظلام الليل والناي الحزين، من هنا مروا سريعا راقصوا الجسد المعنى فوق نيران الحنين، تركوا الليل بقايا، تركوا الطيف بقايا، مبسم الأطفال أنغام يغني خلف. من هنا مروا سريعا لم يعد للصبح إشراق، وأطفالي ضحايا ونساء مستطيلات على كرسي أحزان المساء، كنا يغزلن الجدار باهتا الذاهبين، كنا يجلسنا ليرسمنا الصباح، كنا يحضننا صغارا لجياعة، وعلى أرجوحة الفقد المريع العيد يبكي من سنين، قبرهم يصرخ فينا منذ جيلين وأكثر، غرس السكين فينا جعل الجثمان في الليل سجينا، باهنا كي يشتريك أرشدت إحدى الخؤون لطريق متعب. وأنا من دهري أنادي قبرهم، من يمنع الدمع المسالى طفلتي، من يمنح الصبح جمالا، ثغرها تاد صراخا مثل ما اعتادت عليه ذا أنين كارني، من يواسي الحفظ في جوف الحقيقة بعد أن غاب ابتسام الأبي عن كل العيون، صبحهم من بدل الجنات من أطفال ناقة، من سيمنحهم مع الفقد انتصارا، أيها الصبح المسجى فوق أوحالي وطير، أيها
أيها الصبح المستشفى فوق أوحال وطيب. لفظ فوق شاعرتنا سندس، إن صح التعبير في سؤالي القادم، هل أنت من التيار أحادي التأويل أم من التيار الذي يؤيد فكرة تعدد التأويل للنص الشعري الواحد؟ السؤال بصيغة مختلفة، هل تؤمنين بفكرة أن النص الشعري يمكن أن ينطبق على أكثر من جرح في أكثر من منطقة، أم أنه فقط يعني حصري ورهن لحدث معين وقع في منطقة معينة ولا يقبل أن يؤول لصالح جراحات أخرى منتشرة على طول الخريطة؟ لا، بالنسبة لي القصيدة هي حمالة لأوجه، والحزن دائما يكون عام، يعني هو لا يقتصر على جهة معينة أو قضية معينة، بل يعني هو لسان وقلب كل جهة أو كل شيء عشناه، يعني ولكن يكون بصفة عمومية وإلا يعني نعم تفضلي لك أن تكمل إجابتك. يعني يعني الشعر لا يقتصر على مثلا حزن واحد، مثلا الشعر لا يقتصر مثلا نقول موضوع يعني فلسطين فقط، بل يقتصر على الوطن العربي ككل. نعم. يعني وربما اشتمل الإنسانية جمعاء في حزن واحد أيضا. أكيد أجل، يعني وأنا أقول وأعيدها، يعني هذه الجائحة وحدت البشرية جمعاء. نعم، الآن نريد أن نتحدث عن فكرة الحزن التي طرحتها قبل قليل، وأن العرب كما وصفتي يتوحدون على حزنهم، كيف يمكن لهؤلاء العرب في كل مكان أن يتحدوا على الفرح، أم أنه عليهم حرام حسب اعتقاد؟ بالعكس، هم الكل يجب عليه أن يبحث عن السعادة والفرح في أي ركن من أي لحظة نعيشها. نعم، يعني الفرح موجود، أبناءنا فرح وسعادة، مثال الحكومة فرح، الأبوة فرح، يعني تمتعنا بنعم الله فرح، يعني هنا يجب كما قلت أن نبحث عن الفرح والسعادة في أي ركن من أركان حياتنا العادية، حتى ولو كان هذا الركن صغير جدا. ونحن بدورنا والسادة المشاهدون معنا لا نزال يعني محبين للبحث وراغبين بالبحث عن الفرح هذا الكامن في قصائدك. تفضلي. هناك مثل فرنسي يقول لك اون بو اون بو، يعني عندما نريد نستطيع، عندما نستطيع ان نفعل، عندما نريد نستطيع ان نفعل حقيقة، هذا الامر حقيقي شاعرتنا. الان سنخرج يعني الى فاصل قصير، بعده نعود حتى نستكمل وجبة الفرح هذه الحاضرة في قصائد شعرتنا من تونس سندس الرقيق. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات ضيفتنا لهذا العدد من بيت القصيد من تونس الشاعرة سندس الرقيق. مرحبا بك من جديد. مرحبا بكم مرة أخرى. بلا مقدمات خذينا إلى قصيدة جديدة، تفضلي. القصيدة بعنوان أنا بنت هذه البلاد. النبي. أنا بنت هذه البلاد. أنا بنت هذه البلاد. لك أن ترفعي صوتك قليلا فقط حتى يصل إلى عموم السادة المشاهدين، تفضلي. تفضلي سيدة سندس. أنا ابنة هذا التراب الندي، وقمح يساومني بالرغيف، وبحر شفيف يدندن أغنية الراحلين، وأشرعة قد تعاند ريح السفر، وأشبع في كل صبح وليل ببعض الحكايا عن الذاهبين بغير رجوع، عن الغارقين ببحر الدموع وفي الدرب جوع، وليس لقلب الذي كبلوه ظلوع، لتقوى على القيد كي يستجيب المطر، وليس لسيري عبر دروب الضباب شروق، وليس لخطوات عمري أدنى أثر. تعلمت قهرا لغات الطيور، نعيق الغراب وطعم السراب، وواريت حلم الطفولة بطن التراب، وعلمت قابيل كيف يواري أخاه بجوف القبر. على شرفة الشمس غاب الضياء، على شرفة الليل نمنا طويلا وتاه القمر، ولا شيء يمنعني عن فضول السياسة، لا شيء يمنعني عن فصول النخاسة، ليس هنالك نهر قريب يطهر تلك الخطايا ويغسل عنها صفوف النجاسة، لا نهرنا صار نهرا ولا بحرنا صار بحرا، فتلك النوارس تقتات مني لتبقي ذاك الذي قد تبقى لدي من الصمت، ذاك الذي قد تبقى لدي من الكبت طول المسافة بيني وبين البلاد، انطواء المعلق في شرفتي من سنين انتظار السحابة حتى انتظار المطر. أنا ابنة هذا التراب الندي وابنة هذه البلاد، سأبقى ولست بنازحة عن تخومي مهما استفاقت عليها عيون جناتي، ومهما استطالت عليها رؤوس الطغاة، سأبقى أصلي صلاة اكتمال البقاء، سأبقى أصلي الحنين على أرض تونس، ليس هنالك منها مفر، ولست أنا عن بلادي أني السفر، ولست أنا عن بلادي أني السفر. لفظ فوك شاعرتنا الطيبة أستاذة سندس الرقيق من تونس. نتمنى لهذا السفر دائما أن يكون سفر سعادة لا سفر رحيل وفراق. سيدة سندس، دعيني أسألك الآن، الكلمة كيف لها أن تجابه الطغاة والغزاء وأن يكون لها بالغ الأثر؟ الكلمة حين تكون صادقة ونابعة من القلب، نعم، ستجابه الطغاة. حين تكون صادقة من القلب، نعم. هل هو سلاح مناسب في هذه الأيام؟ هل ترين أن الكلمة فعلا سلاحا من الأسلحة القادرة على التغيير، قادرة على الصمود بوجه الطغاة، الجناة، الغزاة، العداة؟ هل هذا منطقي وقابل لأن يكون واقعيا؟ أجل، هو يعني يمكن أن يكون يعني، ولكن لا يكفي، لا تكفي الكلمة ولا يكفي
الشعر كي يجابه الطغاة. تفضل، ما مطلوب إضافته؟ أيضا الفعل هو تحقيق ما كتبناه. نعم، نحقق ما نكتبه، نحقق ما نرجوه. نحن نرجو أشياء فنكتبها بالحرف بلسان القلم، ولكن هذا ما نرجوه سيفعله آخرون. نعم، يعني هو عمل متكامل ما بين المثقف وما بين الآخر. يعني الآخر ككل. أنا لا أصنف، أنا لا أصنف الناس، لا يحق لي أن أصنفهم، ولكن هو العمل يجب أن يكون متكاملا. هذا كلام جميل. الحرف والفعل. هذا كلام جميل. بعيدا عن هذا الحديث فيما يتعلق بالشعر، إلى حديث ربما كان أكثر أخفة ولا يخلو من الشعر أيضا، ما بين الطهو في ظل هذه الظروف التي تعيشها كل أسرة، وأنت تعلمين أن الكثير من الناس يعني حاليا يعيشون أوقات الحجر المنزلي، ما بين الطهو في المطبخ للأسرة وما بين الطهو القصيدة، أيهما أصعب على الشاعرة والأم في نفس الوقت؟ والله نحن في فترة، يعني في السنوات الأخيرة كدنا نتخلى عن اللحمة الأسرية، ولا أقصد اللحمة ما يعني ما بين يعني أقصد ما بين الأبناء وال يعني الأبناء والأم والأب، للارتباطات التكنولوجية. يعني التكنولوجيا هي ما فعلت بنا هذا، ولكن من إيجابيات هذه الجائحة أنها جمعتنا في نفس البيت في أكثر وقت ممكن، أو في أكثر وقت يعني الوقت كله، يعني صرنا نستمع أكثر لأبنائنا، وصرنا نتكلم ونتحاور أكثر، صرنا نأكل على نفس الطاولة. نعم، في وقت محدد. يعني إذا كان هناك نعم، إذا كان هناك من نصيحة من ولكن روح أنا أم، أنا أريد أن أقول شيء. تفضلي. يعني في هذا الشأن، يعني عندما تذكر الطهو لازم نتذكر الطبقة الاجتماعية، وهي أقلية وتكاد تكون أغلبية. يعني في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البشرية، ما يعني هذه الظروف ستؤثر حتما على كل الناس ماديا ومعنويا. لذلك يجب علينا أن نعي بما نفعل، وكذلك يمكن أن هذه المدة ستطول علينا، يعني يمكن لمدة أشهر، ولذلك وجب أن نفكر في الغير. والطهو ليس نهاية العالم، وليس هو الغرض الذي نطمح إليه. ما قصدته في سؤالي سيدة سندس، أيهما أصعب على نفس الشاعرة، الطهو لأبنائها في المنزل أم طهو القصيدة؟ لا، الطهو في المنزل أسهل بكثير من القصيدة، لأن القصيدة هي حالة مخاض. جميل. وهي حالة أجل، وهي حالة تخمر أفكار ومشاعر وأشياء متناقضة، وهذا المقاض يعني وفي مرحلة الولادة، ونحن نعلم أن هناك الولادة العادية والولادة القيصرية نعم. يعني خذينا إذن الآن إلى إحدى القصائد التي تراها الشاعرة سندس رقيق من تونس أنها نضجت على موقد الانتظار، إلى قصيدة جديدة، تفضل. شكرا. سأقرأ عليكم قصيدة قد آن للضيف الثقيل أن يستقيل. تفضل. قل لي إذن
من سلم الطاغين فكا للدخول؟ أنا ما أذنت وما رضيت، بنيت أسواري على مدن القديمة والجديدة في الصحاري والذهول. لا، لن تمر على مآذننا مآذننا، ولن تبقى هنا أبدا، ولن تسعى على هذه الدروب، ولن تنال من الفواكه والحقول. اسحب كتائبك الكثيرة من تراب الأنبياء وعد كما كانت حياتك سابقا، لن أخضع عنك لما تقول. والشمس تكره ذلك الملعون، ذلك الملعون فوق الأرض حين تجيء من شرق البلاد وغربها حتى تقول. هل كان من ذنب الفراشات التي خدعت بطيبك أن تموت وأن تسوق رفاتها نحو الرحيل؟ لا تنخدع بيماننا وحماننا، هذا اليمام تراه بعد غنيهته نسرا يمزق كل أسلاء اختصابك يا ذليل. النسر قد ترك الهديل، الصبح لي والنهر لي وحدائق الزيتون لي، قد آن للضيف الثقيل أن يستقيل. فارحل غدا، لا أسفا لا أسف عليك، لكي يراك الناس مرتحلا إلى وجع، فإن الوقت ليس. ارحل وقل لذويك أبناء العقومة ما وجدت هناك متكئا، فأرض الصدق تلعن غاصبيها والخرائط تكره الضيف الثقيل. إن الخرائط تكره الضيف الثقيل، إن الخرائط تكره الضيف الثقيل. وأنتم ضيف خفيف على ذائقة المتلقين من المشاهدين الكرام، طبعا سيدة سندس الشاعرة التونسية. دعيني هنا أسألك سؤالا مختلف نوعا ما، ما الذي تريدينه بشكل شخصي من الشعر؟ أريد الانعتاق، أريد التحرر، أريد الحرية، أريد أن أثبت ذاتي ونفسي، وأن أعبر عن هزة نفسي وذاتي، وأن أواجه كل الناس بثقة دائمة. السؤال بصيغة مختلفة، ما الذي تتوقعه الشعرة التونسية سندس الرقيق أن الشعر يريده منها؟ ما الذي يريده الشعر منك؟ أن يكون شعرا صادق، أن يكون حرف نقي راقي وليس مبتذلا. إلى القصيدة الختامية مسك الختام، ولعلها تكون قصيدة قصيرة، ماذا ستقرئين علينا؟ تفضلي سيدة سندس. إلى قصيدة الختام. أقرأ عليكم قصيدة بعنوان لا تكشف سرك، وهي من مجموعتي الثانية. تفضل. وهي بصدد الطبع. مسجون في أجنحة خضر مثل ملاك، طر وترجل فوق الغيب، واسقط عنك قناع السحرة، اضرب بعصاك قطيع الصبر، وارعى بحب أقنام البسطاء، وغني لقفيرك ما غنيت ولا تنسى لحنك. مذبوحا كنت بجوف زجاجة صبرك، أو مصلوبا صرت لترفع هامات الفقراء المنكوبين على أعمدة الذوق، وتدفع للباقين إشارة عزك. حرر أشرعتك ضد الموج الساكن، واسبح في نهر خصوبتك المثلى. يا مسجون، هناك سيولد في آخر قبو الظلمة ألف من أقمار الحكمة، بل وهناك سيولد فجرك. لا تتوارى خلف الأزرار
واطلق من جوف الصدر الثائر كل سهام قصيد الأحرار، وغني أغنية الثوار، فبحر الشعر الساكن فيك قصيد زئير قدسي الروح وممنوع البوح، لحين يثور وحين يسير فلا تخطئ سيرك، ارحل عن قاع العتمة والديجور إلى آفاق حروف النور، ونحو السر الساكن فيا ونحو السر الساكن فيك، ولا تكشف سرك، اخرج يا مسجون، ولا تكشف سر الحزن، ولا تكشف سرك، اخرج يا مسجون، ولا تكشف سر الحزن، ولا تكشف سرك. لافض فوكي، نتمنى لهذه المسيرة الآمنة المطمئنة من الكلمة البسيطة الوادعة التي تتطلع إلى جمع نثار البشرية على كلمة الحب والسلام، نتمنى لها الديمومة والتألق دائما. سيدة سندس، في الختام رسالتك إلى الإنسانية في غضون نصف دقيقة، ماذا عساك قائلة؟ تفضلي. أقول أني أتمنى أن تكون الابتسامة مرسومة دائما على أفواه البشرية جمعا، ودمتم مبتسمين. نحن تشرفنا بك في هذا العدد من بيت القصيد، الشاعرة التونسية سندس الرقيق. مضى الوقت سريعا. شكرا، أشكركم على هذه المبادرة وهذه الدعوة الطيبة والكريمة التي أسعدتني، فرغم المسافات فنحن نلتقي بالشعر. ودائما نلتقي لنرتقي. شكرا جزيلا لك يا الشاعرة التونسية سندس الرقيق، كنت ضيفة بيت القصيد. شكرا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع القادم يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد أو ربما شاعرة جديدة، وحتى ذلك الحين لكم منا أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.